العراق، لعبة السعودية والعراق، أهلا بكم بالبشير شو. من معسكر تايكواندو فريق نادي الشرطة، أهلا بكم بالبشير شو. من كوكب الأرض سفرة كلية طب الأسنان، أهلا بكم في البشير شو. ملعب الميناء البصرة، أهلا بكم البشير شو. أهلا وسهلا بكم البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم البشير شو. من كوكب الأرض مباراة العراق واليمن، أهلا بكم في البشير شو. بالحلقة الفاتت بسم الله الرحمن الرحيم تفضل تفززوني. بالحلقة الفاتت اني تنبأت بش كم شغلة راح تصير وصارن. السيد مؤتدى بده ينزل من التلة. قرر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إقامة صلاة موحدة في بغداد وجميع المحافظات. الدولار حيعلق للبنكة والزبابيق بدهم يلزقوا الموضوع. صرف الدولار إلى رقم جديد، الورقة تفوق 160 ألف دينار عراقي. إيش قلت لك؟ كاظم بده يفتتح البطولة، بس يعني هو قد ما يفتتح البطولة. كاظم الساهر أنه كان هو يبدو أنه مشغول، فاتصل بسيد المحافظ قبل ساعة بالضبط، قال له والله ما يقدر يجي، عنده يعني التزامات. لذلك ومن الآن فصاعداً أعلن عن استحداث خدمة اكشف لي المستور الخاص بالجمهور، بمعنى تقدر تدز لي استفسارك وأنا راح أنولك مرادك. دزونا على هذا الإيميل الأرضي أسئلتكم وأنا راح أتنبأ لكم بها. سيدي أقدر أنا أبلش بسؤال؟ قول حبي. رزقي شلون هالسنة؟ والله علاوي يعني اسمح لي ألمس وحدة من طوبات الحكيمة. علي البصريوي بده يغادر السفينة الفضائية وصنديحته بده تصير ملطشة. يعني شنو؟ وين أروح؟ وين أنزل؟ والله مشكلتك. أنتظر استفساراتكم على الإيميل، وتقدرون تتابعون تطورات الرحلة كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو عربية و10 على اليوتيوب، وتقدرون تواصلون مع محطتنا الأرضية من خلال منصاتنا على فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام. أقول لي شنو آخر نتائج بطولة الخليج العربي؟ أنا صح مو كلش أتابع طوبة، بس بطولة الخليج العربي خوش بطولة، لأن مشاركين بها مجموعة دول وكلها من الخليج العربي، وأهل البصرة ما قصروا يطبخون لضيوفهم الجايين من دول الخليج العربي، سمك يصيدون من الخليج العربي ويسبحون بالخليج العربي، وبعدين يقعدون يشيشون على الكورنيش المطل على الخليج العربي. وأنا أحب الخليج العربي بداية من شط العرب وانتهاء ببحر العرب، وحتى حساب إيران بتويتر الضايج من تسمية الخليج العربي بالخليج العربي اسمه إيران بالعربي. وحي الله خليجي 25 العربي. وجيبه جيبه جيبه جيبه. أيوة عاشو. طونا الملعب احنا لأساسنا الملعب واحنا نلعب. البطولة اعتبرها الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي منصة لتقارب بين العراقيين بعضهم البعض وايضا مع الخليجيين. ان شاء الله شدش داشة الحلوة. بعد احنا نحيي بالخليج. صراحة احنا فرحين نشوف العرب اليوم كلها موجودة بمحافظة البصرة. المشاعر فرحان فرحة كبيرة، طاير من الفرح طاير. صفقة 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 للخليج العربي.
خماكم منغصات لا سامح الله. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه بصدد رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم احتجاجا على استخدام اسم بطولة خليج 25 بدلا من تسميته الأصلية بالخليج الفارسي حسب ما قال النائب الإيراني. إيران تعلن امتعاضها وتتوعد سنشكو العراق لدى الفيفا بسبب استخدام اسم الخليج العربي. هاجم البرلمان الإيراني رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وزعيم تيار الصدري مقتدى الصدر. أثار تفاعلا على تويتر باستخدامه مصطلح الخليج العربي. وطالبا الصدر والسوداني بالاعتذار. يعني كل ما الناس تفرح شوية وتلقاهم متهنين ولو لش كم يوم وينسون الدولار اللي صاير 162 واحتمال يوصل 200 وينسون الشنقة والغرقة والكهرباء اللي صارت رافك لايت ويتحملون كل شيء في سبيل فت أسبوعين يفصلون بها عن الواقع ويرقصون ويفرحون ويتفرجون بطولة أول مرة تصير على أرضهم من تقريبا 40 سنة ويحسون نفسهم طلعوا من هاي العزلة اللي كانوا عايشين بها من زمن النظام السابق. تجي هاي الدولة السالفة والله الخليج الفارسي مو الخليج العربي ولازم تغيرون اسم البطولة الخليج فارس 25. احنا مو فتحنا لكم مخازن السلاح ودزوا على السفير العراقي وتعاركوا رئيس الوزراء على اسم البطولة. مو خطية الجمهورية ما بيها لا مشاكل داخلية ولا خارجية فضت كل طلايبهم ما بقى بس اسم الخليج يتغير ويروح هذا الكبير مدري شو اسمه هذا مالتهم ويروح يسوي تان على البلاد وتصير زيتوي. لازم يبعون المود مالتنا ما يقدرون العراقيين فرحانين اوقف شلون ازق بيها اوقف دقيقه اصعد سعر الغاز هوايه اضاءه بالملعب ليش اكو هوايه اضاءه اقطع الكهرباء لا الصيف ما جاي اقطع الانهار دا تمطر هوايه ما في اسم البطوله اسم غيروا ما علي ما 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 اعطيني شيء كسره اعطيني شيء كسره ضايج ضايج اعطيني شيء اريد اكسر اي شيء نبرع اضرب الشباك بالنار وبعدين يقولوا برا ماكو اكسجين هذا. Oi mate, what's wrong? Who's pissed you off? شنو مصالي سعد شنو من بوجهك؟ مصالي سعد اقول لك وين كنت تحكي يعني بطاير بغير دولة؟ I know just the person that will put that smile back on your face. عزب عين الجنين نيت عفية تيسير Who asked for it to Baghdad? She's so well known in the north of the UK. We've nicknamed her Kawkab Algar. شنو وش قالت؟ هي تقول عصفورة بغداد أوه معروفة كلش عندنا بشمال بريطانيا يسموها كوكب الغرب. ما شاء الله بس عصفورتنا ليش هاي الحركات الغامضة؟ حاطين ثلجاية بظهرك؟ أحد مفززك يوم مقبرة؟ أعراض شرجي هاي إيش بيش عصفورتنا؟ لا بعدني ضايج والله ضجت بالزايد أنا ضجت بالزايد شغلة واحدة بس ممكن تبرد أعصابي وتخليني أكمل سوالفي اليوم. علي ارقص رقصة السلهاف مال عصفورة ارقص بعد نضايد ما حبيت ليش مو سويت لك هاي مال هاي ما ضحكتك لا 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 ما ضحكتني ضايج انا ضايج ضايج اعطيني شيء كسر اعطيني شيء اطرشر السفينه هسه بالمجره والله العظيم غصن كابتن احمد هديني يبدو انك بحاجه الى جرعه من الشاعريه لكي يمر يومنا بسلام صبي لي شاعريه انا الكاتب والشاعر ابراهيم الشبالي اهلا وسهلا تشرفنا هذا ما لحق تقول له ما تعرفنا على اخ ايها الشاعر والكاتب ابراهيم الشبالي اعتبرني فراشه حطت على كتفيك وحاول تهدئ من روعي لا تخاف ابراهيم يعرف كل شيء شنو انا الكاتب والشاعر ابراهيم الشبالي انا الذي يعرف لغه الضوء ويعرف صوت الفراشات ويعرف حكايه الانهار وأنا أيضا يا صديقي الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي أعرف لغة أنين النرمادة
ورائحة الكنتور وطعم السويتش بعد أن تنظف به أذانك. بيننا الكثير من القواسم المشتركة. ما شاء الله أيها الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي، أنت تعرف صوت الفراشات؟ أنا هم بالصدفة قبل يومين نزلت بكوكب اسمه سكيبة بلانت وكان سكانه بس فراشات وعلموني لغتهم ويبدو دازين واحد من جماعتهم من العراق حتى دي يوصلون رسائل. There's tea with me, how the nail on me held, hurry home, how of you we hold me alive. There's tea with me, how to kneel on me, I love you, help you're mean. غصون لا تجي على نقاط ضعفي رجاء. يعني هو صح أني من أشد المعجبين بفن الفنان عبود سكيبة بس بعد نضايج الموضوع كبر براسي وما قاعد ينحل. غصون هديني المطر حين يسقط على ذاكرة الحزينة فإنه يجعلها تتذكر كل الأيام الجميلة واللحظات الجميلة التي مرت بي. المطر حكاية حزن أراد أن يكتبها الله فصرحت بها الغيوم. أقدامنا أرصف متحركة، الأرصف مكة الفقراء. الله الله على هذا الأخري الشقاق. الله يا صديقي الشاعر والكاتب إبراهيم الشبالي، بس أنا أختلف معك. المطر يخليك تخنطل تكمكم، يسوي عندك التصاق بالملابس، ما بيك حيل تقول ما بي حيل. إنه فوقها لازم تتأكد من شغلتين يعني بالمطر، المزريب ما مسدود وواير المولدة ما مقطوع ويعني فالمطر ما له أي علاقة لا بالحزن ولا بالرومانسية. خرافات هاي، الدنيا تمطر منها بلا عمك تطق منها وبلوعة الشارع تطق وياها على الواهس، العقرق ما أدري منين يطلع وياها النوب، والسيارات توقف، عالم تتكهرب، محاولات تطق، المكياج يسيح. فالمطر مفيد للشمة والموظفين والصيدليات ومفيد للسعودية، لأنه لو ما المطر كان زرقناهم أكثر من اثنين. جول 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 جول. بعدني معصب بعدني معصب. من فوق الجسر العتيق حيث النوارس وأحمل، أتيت من الشقاق أحمل طعاما للنوارس، المجد للحياة المجد للجمال. بغداد وأمامي جسر الشهداء والنوارس، ولكنني نسيت أن أحمل هذه الليلة طعام النوارس. وهنا المتنبي ينظر إلى شارع المتنبي. المتنبي ينظر إلى شارع المتنبي. يا الله ما هذا أخي عزيزي الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي. الرومانسية والحزن والوجع ما إلها علاقة بأم النوارس. النورس عبارة عن طائر سمين وزفر، الشغلة الوحيدة اللي يسويها يضرق وسهال وحرامي، طير حرامي عين عينك. انت تاكل لفة يجي يخمطها من ايدك ويروح، ورا ما ياكل ويشبع ياخذ له فرة ويجي فوقك يشله ويضرقها عليك. انه بكل شيء ياكل، كل شيء ياكل، ما يبور شيء لخل خبز لحم دجاج لية سمك ناتشوز، اشمر له بطل زيت يجي ياخذه ويروح ويك 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 ويك. حرام حرام والله تقولها بمازن. انه طير ما ينوكل، ما ين لحمه زفر وصوته مزعج. واق 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 يا أمك، صوت صوت بشع يضرب بالمخ يجي جوه، تقول حنان من التعصب. ملاحظة مهمة، النورس طائر مسكين جميل فرجاء لا تعتدون عليه، بالنهاية هو حيوان فلا تحط عقلك باكل حيوان، لأن الشاق هو الحيوان. بس الحيوان أما الحيوان النورس فأنا أحب أقول لك عزيزي النورس أنت والشاعرية وطي وما لك علاقة لا بالشعر ولا بالشاعرية، ما بيناتكم رباط. فأخي الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي، علاقة النوارس بالشعراء لقلق الله وكيلك. غصان دا أقول لك هدئيني، أنت ما عندك مشاعر؟ فعلا أنا لا أمتلك المشاعر لكنني أعرف من يمتلكها. طبعا الآن مع صديقي الطير هذا الجميل جدا، حياك الله أيها الطير الذي سيحب أهلا. حبني بعد حبني 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 يا وجعي يا وجعي. هذا طير أوفيليا؟
ابو الطيور ها ها ها. لحظه يعني هذا دقيقه يعني هذا طلع من ديوكر النوارس كان دي يستدرجن. يا وجعي يا وجعي يا وجعي. عوف طهر الحب خطيه ترى كذب ما يحب كذب هسه يفرق عليك. يا وجعي اهلا بك يا وجعي. وتقول الأسطورة أنه لغاية لحظة التصوير هذه ما زال وجعه يحبي. والله يا الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي هذا الطير دي يحدد لك اللحية دي تستعمل الطير كملقط لو كمنقر. تعال يا وجعي يا وجعي يا وجعي ألقط الزوائد في اللحية يا وجعي. بشرتي بحاجة إلى أن أقرأ أنقر الوجن وشاهد المزيد من الوجع. حبني حب يا وجعي يا وجعي يا أنا وين دقيقة بس دقيقة دا استوعب انا بلشت كلامي واني عصبي على مود الجارة ضايجة من عندنا من وراء اسم الخليج العربي وصلت الواحد جايب طير دي يحدد للحية غصون ايش بيجي اليوم. لا 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 والله العظيم اذا طلع مرة اخرى حفربتك. اعتذر لن يتكرر هذا الخطأ مرة اخرى. الحمد لله والشكر. هل تشعر بالهدوء الآن؟ نعم نعم أنا أشعر بالشسم القندرة نعم ولست عصبيا ولست شايف الخلفني. أقول لك اسمعي طلبت عندي عركة اليوم طالبة عندي عركة ويا من ويا من الضارب انطيني المنيو ايش عندك أسماء تكون وياها طيني. تفعيل جهاز جيب الصندة وتعال. المنيو لهذه الليلة سندس مزاحم الحويت همسة ماجد عدي عواد نعيم العبودي. منو أختار منو أختار حيرة والله. مزاحم الحويت. شيخ مزاحم مرحبا بك. أهلا بك سيد مزاحم. سادة مين شيخ؟ سادة مين شيخ على منو؟ شيخ علي بخربطين. سادة مين؟ أنت شيخ على منو؟ مزاحم الهجيت أنا أسميه هذا مزاحم الهجيت. مزاحم الحويت يا عديم الإحساس يخسي شاربك يا الحويت. خسوا لك. خسوا لك. يا على مشارب وين قاعد؟ الله الحياة جميلة. سادة مين؟ شابون على مشاربك. سادة مين؟ لا تقلق. جميلة بكل تفاصيلها. أدوس راسك في القندرة. روح. في القندرة أدوس راسك. سادة مين؟ هاي النماذج ما تستلم. ما تمتلك ذرة من الغيرة ذرة من الإنسانية ذرة من القانون ذرة من أسئلك بالله هذا اللي أمامك إنسان هذا كذر وعديم عديم كل القيم والمبادئ. إلك يا عار انت عار انت عار الحويت انت عار انت لوقي انت عار انت لوقي عار 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 انت عار انت لوقي. هاي العركة اكثر عركة لزقت براسي اسبوعين وانا نايم. انت عار انت عار بالحمام انت عار انت عار وانا اتمشى انت عار انت عار وانا طاير انت عار. هذا خوش عراك هذا دي تعال خلني اتفاهم وياك زحومت يا حبيبي. يا هلا بمزمز اللي افتهمته هسه انه مزاحم الحويت عباره عن دوشق مال رزايل وفشار ما بقى بس ينتفل عليه ويروح ينام يقعد ثاني يوم الصبح يحتس القهوه ويتناول الفطور ويروح يشوف له قناه تستضيفه حتى ياخذ قاطر زايل ثاني على رزقه. لهذا وامتدادا لمصطلح الزبابيق اللي انا اطلقته قبل سنتين انا ومن خلال مراقبتي لمزاحم الحويت انتبهت على شغله. اكو ناس زبابيق وهم الذين يسبقون في الكلام وما يخلوك تكمل امثال حيدر الزبوق هاشم الزبوق عباس الزبوق احمد الزبوق الخ. فامتدادا للفكره فقد قررت اليوم اطلاق لقب المزاريب على كل من يسب سالفه. يعني انت تطلع بلقاء تحكي بموضوع تسب سالفه في الناس تعوف كل شيء وترزل بيك وينزل اللقاء وعليه. اليوم راح يدشن هذا اللقب الزاروب رقم واحد وهو مزاحم الحويت. صفقة كبيرة وطويلة للزاروب الأول في التاريخ. شبيل أخ ما تعرفنا على الزاروب ويا من عليه من؟ نعم تيار الصدر يوم ويا مقتدى الصدر طالع لنا نوبة يدعم الحكومة نوبة ضد الحكومة. حلو الأخ العينتين هنا ضد السيد إلزم ويا راس الخيط قفوة يحكي على السيد يعني ويا من؟ ويا الفصائل معروفة ولك
ترجع سيد؟ إذا المنشدين الصدريين يلزموك ويسوون عليك دسات يفشرون عليك بيها، إنه مشكلة مو هنا، تقوم أنت تحبها وتقوم تسمعها وترقص عليها. عمود يا ابن البعدية شورطك ويا الصدرية جبنا لك أحسن توفية، ما ظل شي ونجيبك يا ابن البعدية، ما ظل شي ونجيبك يا ابن البعدية، وما ظل شي ونجيبك يا ابن البعدية، ما ظل شي ونجيبك. ابن هيام والله حلوة، ما ظل شي ويجيبوني، ما ظل شي ويجيبوني. لا لا وحضروا لي أحسن توثية همات، يعني مو حيالله توثية من الشارع، لا لا حبي جايبيها مستقى ما لعزاز، والله العظيم والله حلوة، والله حلوة. أتحداك تقدر تكرهها. جيت فترة أنا أسمعها بالجيم وتمرن، ما ظل شي ويجيبوني يعني ابن البعثية، ما ظل شي ويجيبوني. ايه زارب انت هسه ضد السيد، يعني انت ويا من؟ ويا يعني انت ويا الفصائل، انت دافعيك الفصائل على السيد؟ هذه الفصائل اللي تكلم بها الاخ الركابي ميليشيات مرتبطة باجندات خارجية، هاي الميليشيات تريد السيطر على واردات الدولة وتسيطر على المؤسسات الدولة، وهي من أضعفت نعم. الحكومة وهي من تحاول أضعاف الحكومة. الميليشيات معروفة، العصائب أهل الحق، الرسالين وثلاثين بابليون، هاي كلها مرتبطة بإراسة هيفاء، هاي كلها مرتبطة بحسن نصر الله الدجال اللي قاعد بلبنان هم قاعد يدفع. ولك قلط لا تقلط، قرامة قرم أقف عدل، تحكي على حسن نصر الله وأكرم الكعبي وريان الكلداني وقيره، أنت مخبل؟ أستغفر الله أستغفر الله. ولك هاي حركات القوقائية قيرهن يا لطقم دماغ القراب، تحكي على حسين نمونة؟ تحكي على اللحم عرضك؟ شيني ما عندك قيره؟ زين سيبدو هو ضد الميليشيات المسلحة بكل أنواعها، قصون قصون غصون غصون. نعم كابتن. هذا ضد الحركات المسلحة عموما، يعني تشريني هذا؟ تظاهرات هاي معروفة ومدسوسة وهناك جدات من تدعمها، لكن احنا إذا عراق بمليونين مدسوس بعد عراق ايش يبقى بقوته ولن يستقيل ولن تهزه لا المدسوسين والمقبلين السابقين والحاليين. هذا شبيه هذا ويا من؟ هذا ويا من؟ هو غير ويا الفصائل اللي ضد الفصائل وضد السرع وضد الهاي، يعني هو اوقف لا تخبلني اوقف، ترى مو ناقص مخابيل، ترى علي واحده كافي علي، يعني ده تختبرني صح؟ ده تختبرني ولك انا ما يفوت احد من جوايدي، ولك انا اذا ما اعرف هذا منه ما انت من يا زاروب؟ انت منو؟ اهدأ سيدي اهدأ سيدي اصبر شوي هسه سنفتهمه هو شنو هذا. اوكي 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 اجيك اجيك اجيك، انت ضد السيد والفصائل وتشرين، انت ويا الحشد؟ اليوم الجميع علم انه الميليشيات الحشد الشعبي عملت هذه الجرائم وارتكبت هذه الجرائم، وهناك كثير من الجرائم في سهل نينوى وغيرها، نفس الشيء نفس داعش، داعش هم ياخذ اتاوات ويفرض سلطته على الناس الابرياء، هم ياخذ ويقتل ويخطف ويعدم، نفس الشيء ماكو فرق بين هذا وبين هذا. اوقف 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 اوقف، انا بديت الكفه، هذا بديت اعرف هذا ويامن، هذا أشم بريحة خميس الخنجر. خميس الخنجر بالنسبة لنا هو إرهابي. خميس الخنجر اللي هو خنجر المسموم، هو من ارتكب هذه الجرائم، وهو من قتل الأبناء العرب السنة، وهو من شارك بكل الجرائم. لحظة لحظة لحظة، والله ما راح أقيس دقيقة، والله والله اليوم لون له هو. هو حكي على خميس مو حلو، ما دام حكي على خميس لعد 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 هو الحلبوسي وراء، واضحة بعد. الحلبوسي جايبه حتى يضرب بيه الخصوم اللي قفتها. الحلبوسي هو خطأ كبير، ها وجوز يسمعني او ما يسمعني، الحلبوسي راح يقع، بس هم يريد يسوي نفسه هو اللي يحكم وهو اللي يسيطر وهو اللي يريد يدمر السنة، هو يريد يسيطر على السنة مثل ما دمر السنة وجاب لنا الدواعش. حبي مزاحم بلا زحمة عليك، شبيك انت؟ ماكو غيرك يخبط اليوم، شو تريد يا ولد؟ شو تريد؟ هذا منين؟ لك كاني من جيت على كوكب الأرض باكو أحد ما أعرفه ويا من وعلي من، هذا خبرني هذا الشيء يا جماعة،
هل تعلم يا أحمد أن الحياة هي الحب؟ هذا ما يعلمنا إياه إبراهيم الشبالي يا أحمد. ما أعرف لا دقيقة وقفي لا دقيقة ما كمل البحث عن زارو. الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي، دائما ما يثيرني هذا المنظر، غروب الشمس وأمام النهر، جلال والسلام في علاه. سنعزف بهذه الرصاصة، هذه الرصاصة التي تدل على العنف، سنعزف بها للسلام. خلاص هديت، ما دام راح نعزف بالرصاصة إلى الحب والسلام أنا هديت، وما عندي شيء ومو ضايج ولا عصبي، كل شيء ما فيه كل شيء ما فيه. ما والله العظيم والله لا والله والله العظيم مو ضايج والله، ودعت أمي مو ضايج. خلص أرجع أزارب والله. أعتقد أني عرفت مزاحم ويامن. زحومتي التوية بمازن، التوية بمازن حتى يحكي مثل مبين عليه متأثر بيه والله. أبو مازن أحمد الجفوري مسوي نفسه زعيم على السنة وهو هو حرامي مال أبقار، علش إحنا يعني هل يعني ما ظل بالسنة شخص يقود أو يتكلم يجينا سارق حرامي مال أبقار يمثل العرب السنة؟ أول آخر كان يطبل بساحات الاعتصام وكان يجلب النساء للفقاني والشيشاني ويقول نحن قادمون يا بغداد، هذا هو اللي يقود السنة؟ الأفقاني؟ لا إذا الأفقاني مشكلة. زين ما يسافر القرب آسيا؟ القينية قانة للبرتقال شوفي قصون؟ شوف ما بيه شيء، دا أضحك ومتونس وطبيعي وعادي، لأنه أنا ما يأذيني واحد مثل مزاحم. زين أنا حالياً عرفت هو ويامن. أخوان قصون حط لي موسيقى الترقب. المفاجأة الكبرى، مزاحم الزاروب ويا أبو علي العسكري. أبو علي العسكري يهدد رئيس وزراء وبقطع إذنه، يعني هذه تعتبر إهانة للشعب العراقي. شنو هو أبو علي العسكري؟ هو منو؟ مسلحة. شنو أبو علي القدره على العسكري ومن حزب الله ما أعرف الله ما أعرف. مو مهم لا القندرة ولا أبو علي، مو مهم، مو مشكلة. أوكي انتبه عرفت والله، عرفت هالمرة والله الجديات، عرفت والله العظيم عرفت هذا ويا القاضمي احنا ما شفنا حكومة منذ 2003 اشتهر بها الفساد ولعب الطبة بالشعب مثل حكومة الكاظمي. نتحدث عن حكومة الكاظمي، نتحدث عن ملفات الفساد. مزاحم حبيبي ما. حبيبي انا عرفتك صبا، انت صح سحلتني، بس يعني الشخصيات انا اعرفهم هذول اللي ضد الكل هذا. انت انا عرفتك، انت ويا ضرقام ماجد. قام اذا يريد يروح يتظاهر خلي يروح من البصره الى النجف الى كربلاء، هاي خلي يروح هناك يتظاهر يطالب. طيب. يقتلهم يقتلونه لا يجي، بس اذا يجي على محافظات الغربيه والله العظيم يحطون العقال بحلق. طيب هذا تهديد من تهديد، خلي يحسبها تهديد، يحطون العقال بحلق ويشحطون بنص العالم. انت زلمه، انت تشكريني، انت ابن ابوك، روح على الانبار. يعني شو تسوي له؟ روح على الانبار. شو تسوي له؟ جايك ان شاء الله جايك. ساعة نغطكم وعلي. ساعة نغطكم الاحرام. متى تروح؟ متى تصير حكومة وطنية؟ اخاف هذا ويا القانون، احتمال يعني هو ضد كل الجهات فهو ويا القانون. انه ماكو مقيم ولا اكو مخطوف، هذول دواعش ارهابيين، حتى ما نقبل ينضم يسجلونهم مؤسسة الشهداء، حتى اذا تلقي جثثهم او تم الكشف عليها. الله لا يرحمهم، ان شاء الله مصيرهم بجهنم وبئس المصير. احنا ما ندافع عن ارهابيين بتول، احنا ما ندافع عن ارهابيين. اوقف هذا منو اللي ضحك من قال الله لا يرحم المغيبين؟ اجتمع وزراء على سباقها وصارت خليه ما النعل. بالله اوف الزبوق والزاروب، بالله يعني هذول ما تقدر تعتبر. بس انت المذيعه، انت بس دقيقه، انت يعني اخوان رخصتكم بس ثواني، بس شوي اعطوني اقل من دقيقه وارجع دقيقه. ست عين المذيعه، انا ما اريد من عندك شيء، وانا متاكد واراهن انت بداخلك قناعات ضد الكلام اللي قاعدين حكي ببرنامجك،
وإذا كلش كلش قلبك ميت لهالدرجة وما أعتقد، فبس ادخل اليوتيوب وشوفي أمهات المغيبين شو يقولون على ولدهم وش صاير بحالهم، هم عايشين على أمل صغيرون إنه ولدهم يطلعون عايشين. 11,000 واحد كلهم مذنبين، كلهم حتى لو مذنبين مو على الأقل يتحاكمون. وفوقها يطلع رئيس البرلمان يقول المغيبين كلهم انقتلوا ترى وانحسم الموضوع. وهسه أهالي الضحايا ترى بس يريدون جثث ولدهم حتى على الأقل يدفنوهم ويعرفون النهاية وخلاص. وطبعا هذا الشيء مو بس ضحايا المغيبين، هذا الكلام ينطبق أيضا على أسر كل الضحايا اللي استشهدوا على أيدي المجرمين بكل الأزمنة، من زمن المقابر الجماعية إلى زمن الجثث المجهولة إلى فريق التايكواندو إلى ضحايا مجزرة سبايكر إلى مغيبي المناطق المحررة. أهاليهم يستحقون يحسون بالسلام، وهو من خلال أن يعرفون على الأقل مصير أولادهم وين وين اندفنوا. نرجع للزاروب. قصون عندك شيء تضيفي بعد؟ نعم، أغلب ما قاله الأخ الزاروب تراجع عنه لاحقا في مناسبات مختلفة. السيد الحلبوسي هو رجل عراقي يمثل العراق. عندما اختار السيد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان واختيار الشيخ خميس القنجر رئيس لتحالف السيادة، طبعا هذا أكبر دليل أنه اليوم البيت السني هو موحد. ما نقبل أحد يتجاوز على السيد الحلبوسي. أنا مو حاقد، اليوم احنا ما عندنا مشكلة مع الإيرانيين. احنا قبل اتهمنا الحشد، فأنت اليوم تعتذر عن اتهامك لهم. خلص اعتذرنا الحشد استهدف الحشد الشعبي، استهدفنا واحنا ما نقبل يعني استهداف الحشد الشعبي. من ايران الشعب شقيق وايران دولة جارة ونحترم سيادتها. حقيقة انصدمت، لا مو معقول، هاي شلون؟ اي يابا شوف شلون قلب على نفسه. بس يا ترى هل قير كلامه لانه هو ملطلط مال فلوس قنوات حالة حال اي زبيبيق؟ لو الزارو بيختلف عن الزبيبيق اقعيلي على السبب الحقيقي. ادري بيك الحشد لازمين عليك هذا الفيديو، انا ما رد تحكيها. ادري بيك لازمين عليك هذا الفيديو جاي يهددوك. دقيقة يا جماعة، عليك وصوروك ويا وحدة. ادري بيك، ادري بيك يا قشمر. دقيقة يا جماعة بس دقيقة. والله فلا غيرة براسك. اها عيوني ابو عزرة، مو قلنا كافي اقصد كافي جهاد، كافي تصورون العالم، ترى فيديوهات الزيتوي وصايرة بالنعل. شباب اخوتي اعزائي شويه الزموا زبتكم هالفتره الجايه. هسه احنا نحصر السلاح، نحصر الزبوه، يا سلاح نحصر. الفتره القادمه شويه حرج على تاريخ العراق، والزيتوي صاير فلس. ندري سدوا عليكم المواقع الاباحيه وزرقيتوا، بس يا اخي شو تسوي؟ اكو قصص مكتوبه مشي بيها نفسك، وتخيل شغل الايماجينيشن. حس بمعاناتنا لما كنا شباب بالالفينات والصوره حسره علينا. الله وكيلك كانت اللزقات على الجوارب النسائيه مشينا وما طنعرفنا ايش لزمات. قنوات الاعلانات اللي طلع بيها بني على تردم اللي سوون هيك حركات كانت مقضيه ازمه يا اخوي، ايش بيكم؟ الا يسوي لكم زيتويو يعني. استشعر في نبره صوتك انك عدت للعصبيه مره اخرى. خليكم ويانا، خليكم ويانا. أهلا بكم مرة أخرى. بس دقيقة، خالة تيسير تخلص رقصتها ونكمل. أوكي أوكي ممتاز حلو. الخالة، الخالة هي أحد العناصر الأساسية في تركيبة الأسرة العراقية. الخالة كل شيء تدري بدون ما تحكي لها أصلا، هي تدري بيك أنت شو وقت دخنت وش وقت صادقت أول مرة وش وقت شردت من المدرسة وش وقت رسبت. خالتك هي بير أسرارك، وكلنا ندري هي تدري بسالفة غيوثي، وهي الوحيدة اللي تحكي لها أنت لأنه أنت تدرين، هي تدري بدون ما تقولي لها. الخالة حتى لازمات على أبوك عدها، يعني عادي تكونون قاعدين أخوي أبو حسين خوش تلقط برتقالات منه معقيل. الله يحفظك الله يخليك علاوي، تعال جيب باردات لخالتك. تعال الخالة موجودة بالأغاني، خالة يا خالة، خالتك مو زينة، خالة يا أم علي ليش الزعل يا خالة، خالة شكو شنو الخبر إلخ. حتى أبو المثل ما نساها، يقول المثل الخال والد
هو صح خالتك ما موجودة بالمثل بس هو أخوها يعني، وهي قلبها طيب راح تسامحك أبو وتسامح بالمثل ولازم عليه لازم عليه بالمثل أكيد. الخالة موجودة في فن التخاطب بين الشباب، خالتك الشقرة، خالتك الصغيرة أو خالتك وحدها، ودائما ما تستعمل خالة كنوع من أنواع الاستهزاء. مثلا اليوم ركضت 30 كيلومتر سولفها لخالتك. ليش تسولفها لخالتك؟ لأنه خالتك الوحيدة اللي ما تفشلك وترجعك على حلقك وتقول لك يا كذاب انشب. تدري ليش ما تفشلك؟ لأنه عندها بنية تريد زوجك إياها. هي وأمك متفقين على الموضوع أصلا من زمان، أصلا أمك وخالتك مسوين عقد عدم إفصاح. يما علاوي زوجها هباوي، ترى هباوي كلش حبابة وحلوة ومثقفة ودكتورة وطيارة ومهندسة و... بس أنت ما تحب هباوي، تروح تحب نور اللي شاقة طيط أهلك ولسانها طويل وتافه وفانز البيت رشق وتنام على شخيرك. وخلى السفيرة الأمريكية قالتنا شو اسمها هي الحجية خالتي راح تشرف عليهم، ترى بتليفون واحد للأردن يطب الجيش الأمريكي، يعني اللي يقرب على الحجية خالتك ينسحل. بالنسبة للخالة إلينا وخالة بلاس خالتي، هذه خالتي الجديدة، هذه بول بريمر الثاني. خالة سمير عبيد، شوف بقى هنا دور الخالة كبر ودخل على خطوط جديدة بالعراق، مو بس بالعراق، دخل المحافل الدولية. وبعدين من يحصل هيك خالة شقرة؟ هنيال العراق عمي عليه خالة، وراها أقوى جيش بالعالم، من ينتك بيه بعد؟ الفرق بين الخالة العادية وخالة العراق، الخالة العادية أقوى شيء تسويه عدد تقصفك بالحكي، بس خالة العراق لا، تقصفك قصف من هذا أبو الطباب. أقدم لكم السفيرة الأمريكية أو كما تلقب بخالة العراق الجديدة. وبالمناسبة العراق عنده خالتين، ألينا وجنين. ها؟ Did you call me؟ لا لا مو يمشي القصة بقى. أوكي. بس بعد بس مثل كل القصص الحلوة لازم تطلع بيها لولا، وخالتكم يا ناس دا تلتقي بهالفترة هاي هواية ويا من يا ربك لو تدر ويا من بابننا بوليدنا البريء اللي ماشي على عين عينه وراها. السوداني في أثناء استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، وأكد السوداني خلال اللقاء على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء أثناء استقباله وفد الكونغرس بحضور السفيرة الأمريكية في بغداد أكد السعي إلى علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي. قالت مصادر مطلعة إن تفاهم سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد الشيع السوداني وسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي. تفاهمات سرية عيوني. أقول أبو جاسم ضعفان هالأيام ما ينام زين، أثار الموضوع بيه تفاهمات سرية. بس بصراحة ما تدري منو دا يحفر المنو. السفيرة دا توقع ابنه، لو ابنه اللي طلع مو هين وجاي هيك يعني وطابيتي طبه، لو جاي دا يأمن نفسه زين، لأنه هيش تحركات مبينة شنو نهايتها. الإطار ما تقدر تثق به، لو يجي مدري منه. فهو سوى جاب رجل السفيرة وده ياخذ وياه صور هواية، لأنه حسب حساب قلبة الإطار عليه بعد كم يوم، فهذن الصور راح تفيده من يقدم كيس مال لجوء والله بعشر دقائق من الجرين زون للجرين كارد. بس شباب يعني خففوا الموضوع شوية، يعني ترى الموضوع صار مفضوع كلش، اقضوا حوائجكم بالكتمان. شهد السفيرة الأمريكية تزور 7 مرات؟ محتاجة غير عدا شغل مع رئيس وزراء. أول سفيرة بالعراق تلتقي 5 مرات برئيس مجلس الوزراء السفيرة الأمريكية تحبه. وقالت وقالت السفيرة الأمريكية هي الحضن الدافئ لحكومة السيد السوداني. السفيرة الأمريكية اليوم للمرة الثانية تجي له تغرد وتقول إن شاء الله إحنا راح ندعم حكومة السيد السوداني للمستقبل الجاي. صار بيها تليفونات وحظيات. لا مو مقبول هذا الكلام. بويا أبو جاسم أنت رجال كبير وأنا أثق بيك، وسفيرات الدول مو لعبة بيدك، هاي أعراض دول ما يصير تتصرف حالك كاظم الصيادي وآخرين. ترى إذا صارت صدق هذول هلا ما يدزون 5 مدشدشين يضربون فوق السطح، بويا هذول يدزون 3 بارجات يقلبون العراق مشتمل. هي صح اسمها ألينا رومانوسكي، يعني تحس من اسمها عندها الرومانسية أبا عن جد، بس دير بالك هذا فخ، لا تنغر يما حمودي. بس لا لا أبنا يعرف، ابننا يعرف الاصول ويعرف يخلي حدود، يعني صلوات على محمد على الحدود اللي خليها يعني بنينه اشوار بنفس التحديد من المراهقه لليوم، حددها مره واحده والتزم بكلام الرجال ولا غيره من ذاك الوقت. وشوف طلع كل صور محمد الشيعي السوداني من ايام الحصار لليوم نفس التحديد مع الشوارب ولا مليم فرق.
يعني الشارب والخشم جات باكج واحد. صدق يعني من تقول له والنعم شاربك انت صادق بيها. ابو جاسم خويا راح اعطيك التعليمات. شوف انا اعرف ان انطيت قبلك العادل عبد المؤسس اعطيك اياه. شوف بقى شويه ثقل واريدك شو تسوي هسه تبدي تحسسها بالغيره ان السفيرات يحبن السوالف. السوداني قال انه كل زيارات للسفاره للسفيره الامريكيه لابد ان تكون عبر وزاره الخارجيه. وايضا اشاره الى السفراء الاخرين ولكن الابرز بهم هي السفيره الامريكيه. السوداني منعها انه تتجول تلتقي بالسياسي لكن برغم هذا دا تصر على جولاتها وتحركاتها المريبه. ايه اغار هواي اغار وعفت لجلش لطار كافي ترحين العمار اموت اموت من القهار اموت اموت من القهار. احنا نشجع حكومه الاطار تعيش علاقه حب ويا السفيره ما دام الموضوع سياسي. اهم شيء ما تخسر المقاومه نفسها على مود هذا الحب. يجوز خطه مثلا خلي يجوز مثلا هاي الحرب اسمها دق الناعمه يوقعون السفيره بشباك السوداني كنوع من انواع المقاومه. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني قد بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أوب 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 أوب. يعني المقاومة اللي قاعد تقاوم الأمريكان تطلب من الأمريكان نفسهم يدربون المقاومة حتى يقدرون يقاومون الأمريكان اللي هم ضد المقاومة. وهسه أمريكا لازم تدرب 50,000 متطوع مال أبو ألام مسجلين بالدفتر والموجودين. هسه هاي المنازلة الكبرى المنازعة الكبرى. عمي المقاومة الإطار يا ناس كذبونكم عن بيتنا. هذا الرجال مسطور سطر شنو بيها وخلوا ليدنا هيك يسوي. عمي ها عمي هذا خبر وساف ما عايش يسجل النفط باسمها. وبما أنه أنا مسيطر على كافة شبكات الاتصال على كوكب الأرض فقد حصلت على التسجيل الحصري والسري لمكالمة حصلت بين محمد وإلينا. قال لي باتي لك الساعة 1:15 وانت ما قاعد وراك دراسة وراك علاج وراك هاني ما تقوم حبيبي العافية وراح بدو للمخدان. بابا باباتي نايمة قومي وراك بلد. بابا قومي لا أحرق الغاز المصاحب لعيونك. باباتي باباتي اللقاف. باباتي اللقاف شلون؟ لا الإطار عرفه بالقصة. لا مخش فقرة هاي راح يأذوه خطية راح يصير بيه الآتي. شرب ضميرك دم ممكن يموت حقدك. لا الإطار عوفوا محمد عوفوا الحب البريء عوفوه. على حكومة السيد السوداني وهذه رؤيتنا يعني في دولة القانون أن نتعامل مع أمريكا. إحنا ندعو ونطالب السيد السوداني باستثمار هذا الدعم وانعكاسه على الشعب وعلى خدمة الله. ضاع لغة الإطار الذي تحولت. هم ما مطلوب من عندي عادي أمريكا حتى تحجز أموالنا أو يسوي لنا مشاكل. تتصور الإطاري عادي؟ يعني ما السفير الأمريكي ده يقعد ويا السيد المالكي يقعد ويا الشيع السوداني يقعد ويا الأخ يقعد إذا أمريكا وإذا تركيا وإذا إيران وإذا سيادة النائب كائنا من لا نقبل الإملاءات الأمريكية ولا نقطع علاقاتنا مع أمريكا أيضا. جميل جدا. هذا مو قال غسان وقتله هنا سووا له محمد الشيع بوسة من صنديحته. شوف احنا سامعين صعب الشان ضلعك هسه يتحداك هسه صارت صعب الشان يتحداك هسه ضلعك. أقول لكم أنا شخصياً مليت من قصة تبديلات الإطار وصار الموضوع سخيف وممل ويحجون على مسعود بعدين يتحالفون وياه ويرجعون يحجون عليه ويقصفوه بعدين يرجعون يتحالفون وياه بعدين يحجون على الكاظم اللي انطاه 200 مليار دينار بعدين يطوهم 400 مليار دينار وما يحجون بعدين يحجون على الحلبوسي ويقصفوه بعدين يرجعون وياه يحجون بعدين يحبون الأمريكان بعدين يرجعون يحبوهم بعدين يرجعون يتوسلون بهم بعدين يضربوهم. سخيف الموضوع صار مو سخيف صار بيه يعني غصون طلبت عندي عركة. جاري تفعيل جهاز جيب الصندة وتعال. المنيو لهذه الليلة سندس عودي عواد همسة ماجد نعيم العبودي مثنى السامرائي. اختار عودي عواد. ضم معنا النائب عن تحالف الفرد عدي عواد. مرحبا بحضرتك سيادة النائب. مع عضو مجلس النواب الأستاذ عدي عواد.
النائب عن كتلة صادقون الأستاذ عدي عواد. أهلا وسهلا أستاذ عدي. حياك الله. شلونك؟ زين. سويت بي اليوم. هم أخوك مسوي لك دعاية جنرال البصرة. لا أنا هذا اللي مساكم مرة بالخير ومشكور عدي العواد أسد البصرة. الله أسود. الله أنا أحب الأسود من صغري يلقبوني أحمد المروض. لأن ألزم الأسد أروضه وأعلمه شلون يقعد. وش وقت يسكت وين يسوي لأن لازم يسويها بمكانهم ويقوم على روحه وعلى العالم عيب وعلمه شلون يتمرغر على ظهره وعلمه ما يتفل على عمه عيب أي أسد البصرة أنا اليوم طبعا عندي مضارب وياك ليش لأن قلت المقاومة ما جاي تضاربون فأريد أضارب وياكم وأبدي بيك شو أسوي يا أخي والبقية جايين بسرعة لا تخافون أبدي وياك كنائب مهتم بهموم العراقيين حاليا شوف سعر الصرف وصل 162,000 واحتمال أكثر وأنت يعني يا أستاذي العزيز الفاضل يا أسد شنو رأيك بالموضوع؟ ما نقبل بهاي المهزلة مال البنك المركزي سعر الصرف والله لو يجي مدري منه طيب وأنا أكون واضح وصريح إذا ما ينزل سعر الصرف بالموازنة يروح يطق راسه بالحائط ما نصوت ما مجبور أنا نصوت على الموازنة وأحكي لك نواب وأغلب النواب اليوم موجودين بهاي الدورة مستحيل نصوت على سعر الصرف على وضع الحالي يريد يجيب موازنة بغير هذا السعر هي طق راسه بالحائط اليوم اللي عنده حزن ضمير 1% المفروض ما يصوت على أي موازنة سعر الصرف بقى على وضعه الله بالخير خوي أنزل لك شيء تشرب والله لا تستحي أنا أدري بيك يعني إنسان ما تستحي إذا يتعلق الأمر بهموم المواطنين بس أبو المثل يقول الحق العواد الباب الدار خلي نشوف بالله والكذاب مو تصير مثل أبو علي شنقة وتقول تعال قل لي لا أنا أسوي أحد الخيارات المطروحة عند العراقيين من يجي عاتبك يعني ننتظر الموازنة ونشوف لأنه أنت عندك نفس الطلعة اللي طلعتها هسه طالعها قبل وتخليني هسه أشك بحجايتك شو بالله بموازنة 2021 إيش قلت على الموازنة هناك من يتحدث أنه اتفاق معلن القيم ما تم عموما هاي تفاصيل أخرى يا أخي شلون ما تم هو ضايفها بالموازنة موازنة أنت اليوم صادرة من مجلس وزراء اليوم صحيه ما راح تمشي مجلس النواب على بصراحه على قصر رقابنا ما تمشي على قصر اي والله على قصر رقابنا ما تمشي هالموازنه سلامتك جنرال حبيبي الاسد رقبته ما تنقص وبعدين ما حاجه القصر القاب لو العصائب ما تعرفون بس سوالف يعني حل شويه يصير مدني يعني شوف ما يحتاج لا قصر قاب ولا امور احنا مجربيك قبل بس سوالف كل شيء ماك والله وكيلك انت مو مره قلت راح احرق روحي بالبرلمان وضحكنا عليك بوقتها وضحكت علينا اتهم بطلهن جنرال الاسد عيب يسوي سوالف الواويه وأحب أبارك لعدي عواد اللي وعد بحرق نفسه بالبنزين داخل البرلمان إذا تم إقرار الموازنة بهذا الفيديو لن تمر الموازنة إلا إذا تضمن إلا إذا تضمنت نجيب ويانا بنزين عدد 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 ودعتك نجيب ويانا بنزين نحرق الفلوسنا داخل المجلس والله مقررين هيك أجيب وياي بنزين ونحرق نفسنا داخل المجلس النواب وش يصير خسر هذا وعد الحر هاي من كنت على كوكب الأرض وأنت موعد تحرق نفسك وما نفذت شفت الحر شلون يوفي قلت لك أستلمك بالحلقة الجاية وهاي حتى بالمواسم الجاية مستلمتك كله من وراء الكاظمي كله من وراء الكاظمي اللي بزمنه صعد الدولار كله من وراء الكاظم والقعدة وياه والاختاروا لرئاسة الوزراء وهم يعرفوا شنو وباركولا ولبسوا القمصة للخاكي وكل تباوس وتهني وصرتوا أهل ملقب مراسم التنصيب وصرتوا اثنينكم نصبة أكيد يعني احنا من تم اختيار الكاظمي خب ما جب مو كان بالفانوس السحري ولا سنطرة قاعدين وياه وحاكين وياه ونعرفه إيه مو كل من يكظ العود عواد العواد قل له بوجهه عواد دقاتك ما تسولف ولك عواد وهاي كتبت لك أجمل بوذية عواد عدي عواد قاعد وحاكي ويعرف لا يا عواد ما مرجية منك هاي السورة هاي المشاكل زين شنو برأيك حل أزمة سعر الصرف باعتبارك جنرال وأسد احتمال تطلع خبير اقتصادي وتورنتي وتتريق شوندر اكو هاي حلول اعطي رواتب بالدولار اعطي نص راتب للعراقيين بالدولار شوف الدولار ينزل له يا بصراحة هو رأي مهم بس بيه ثغرة هاي الثغرة أريد أحط رأيي بيها أنا أسكت على ركابي تطلع ليته أنت ليش متعوف العصائب وتنضم الامتداد ولو أغلبهم وقعوا ويا المندلاوي وما أعرف إذا يسووها ويدقون بيه ناقصة والقصة ما بيها أسود بوي أسود لك عيني عواد العملة جزء من الدولة عواد وإذا تطي راتب بغير عملة أنت مو دولة عواد
ويطيح حظ عمولتك الوطنية عواد. أنا يومية أحكي هالحكي لك عواد. زين ليش ما تطي بالبيتكوين فد مرة عواد؟ ارجع للموسم السابق، هذا الحل طرحه علاء الركابي وضحكنا عليه. عجبك ينضحك عليك مرة لوخ؟ ما بي حيل. ارجع اسمع تعليقي على علاء بهاي الحلقة واخذ على روحك. ولا تنطي حلول، لا تنطي حلول بعد. تفعيل جهاز المرطب. هل تعلم يا أحمد أن الحياة هي الحب؟ هذا ما يعلمنا إياه إبراهيم الشبالي يا أحمد. لا 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 ما حيل، ايش رجعنا؟ لا أنا الشاعر والكاتب إبراهيم الشبالي، سألقي قصيدة إلى كل العشاق على هذه الأرض. عودان التنساك بس الحصل ردبية شوق قبل لا فكرت، وبدرب المادع بدية المشي رجلي عنده خطوة ما دبرت. إبراهيم وخر من قدامي التلاخ، وخر روح وكلك وركل نوارس، حدد لحيتك وخر وخر. ما هديت، شفتي قصون؟ مدى يفيد جهازش واضح، صار عندي مناعة من الشبالي بطلي. وين هذا عواد؟ تعالك عواد، تعال تعال أشر على السبب بسعر صرف الدولار حتى نتفاهم وياه. منو سبب سعر الصرف برأيك؟ سبب أعتقد هو بقاء المحافظ الحالي على رئيس البنك المركزي. هذا سبب بقاء المحافظ؟ اي أنا أكثر من مرة شخصني أنه أكو مشكلة في البنك المركزي، أكو كثير من دوائر المهمة في البنك المركزي يشوبها عليها علامات استفهام، لكن مع الأسف بقاء الوضع المحافظ. ايه هسه بدينا نشخص العلة وين؟ الأسد يقول لك محافظ البنك المركزي هو السبب. متأكد محافظ البنك المركزي هو المسؤول؟ قرار يبقى بيد مجلس النواب. ايه؟ ترى هاي ما يقول لك البنك المركزي هاي أيضا كذبانة. أنا بديت أجمع توافع. إذا هي كذبة ليش كذبتها؟ يعني ليش تخليني أرجع أحط رأيي برأيك؟ عواد لك عواد، لا تخبرنا عواد. اليوم احنا علاقاتنا ويا الامريكان ووضعنا الاقتصادي مرتبط بعلاقتنا ويا الامريكان، هذا شيء ما ننكره. اليوم وضع الدولار ووضع الاقتصاد الامريكي قوي. اليوم انا ما امنع انه احنا اشكالنا هيبه الدوله يا ناس، احنا مو تبع. اليوم انا مو تبع للامريكي، انا على الامريكي بصراحه. رحم الله والدي ما قصر، جاب لي ديمقراطيه، سوى لي كذا رغم الاخطاء رغم كذا. اليوم منو جاب الطائفيه؟ من اليوم خلى العشائر الشيعية حسب ما اتهمها السيد الحلبو سعدها سلاع؟ من خلى الفصائل التابعة للون معين عندها سلاح؟ هو الأمريكي. زين هو الأمريكي مو وجاب داعش لو أنا متوهم. زين أربعة ديت عاركون جوا بداخله، أربعة آراء سياسية مختلفة، ديت برنامج عنده بوضوح جوا أكو كلهم من خلال شخص واحد. ويا الأمريكا ضد الأمريكا ما تدري شو يريد خويا، شو تريد؟ شو بابا عواد بابا، أنا وصلني خبر إنه الشركات العاملة بالبصرة قاعدة تتعرض لابتزاز حتى ينطون كوميشنات من قبل جهات مسيطرة على المالية مال وزارة الكهرباء. وأنت يا عواد مو مسؤول عن الموضوع هذا، بس باعتبارك نائب عن محافظة البصرة وتحمل هموم الناس، فيا ريت تساعد هاي الشركات حتى تسوي شغلها، لأنه تدري شوية عيب سمعتنا الدولية. والمشكلة هذول المبتزين السفلة قاعد يستخدمون فرق الموت المنتشرة بالبصرة حتى تضغط على الناس والشركات. واخوك قصي عواد خلي عاونك، هو الاخ المن مريود غير حزام ظهر. وعوف سوالف التعيينات وتلزق روحك بالسالفه عود، لانه يعني لانه الناس تعرف كل زين انت مالك علاقه بالموضوع. هو قرار مجلس الوزراء بتثبيت عقود 315 على من مضى على خدمته اكثر من سنتين، يعني الموضوع تحصيل حاصل، لا تسوي روحك فاتح ارزاق للعالم وتضيع وقتك المهم. واعتبرني مثل قصي عواد أخوك، واسمع مني ولا تسمع الناس يقولوا لك عني. مثل ما جهلت كل الكلام عن أخوك قصاي اللي قالوا عليه هو بفرق الموت وطلعت إشاعات إنه أنت مطلع من السجن وكنا ندري بها كذب. فيا أبوي يعني دير بالك على المحافظة، بوسات يا قلبي، وما راح أتعارك وياك لأنه أنت شكلك ووجهك مو مال عركات، والسيفي مالتك كلها حقوق الإنسان. مسالم بعد ما دام ال50,000 متطوع اللي طوعهم أبو آلاء وقاعدين ما عندهم شيء يسووه، فأنا أقترح عليهم يخلصون وقتهم بمتابعة الكاتب والشاعر إبراهيم الشبالي، شاعر النوارس والوجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم الشبالي سفير القرى الهاجعة
خلف سراب الحرب وخلف دخان التنانير. دائما اكرر واقول غنوا غنوا فالاشرار لا يغنون. محبات كبيره لكم الكاتب ابراهيم الشبالي. تصبحوا على خير.